بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبايبي متابعين قناة فكرة وأكلة مع ريحانة الجنة، أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم كيكة بالشوكولاتة، إن شاء الله كيكاية كده هتعجبكم، خفيفة وسريعة ومكوناتها بسيطة، وان شاء الله هنعمل منها برضو تحلية حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم وينال رضاكم. اول حاجة هعملها معاكم كده حبايبي، هقول لكم على مقادير الكيكاية، هي ان شاء الله مش مكلفة، يعني حاجات خفيفة كده من عندك من البيت، وان شاء الله تابعوا معايا الفيديو. معايا هنا 3 بيضات، ممكن تعملها ببيضتين مفيش مشكلة، بس انا مزودة المقدار. معايا هنا كوباية زيت على معلقتين زبدة، كوباية الزيت فيها معلقتين زبدة. معايا هنا 2 مج من دول حليب. معايا 1/2 مج شوكولاتة خام، اللي هو الاسباني دوت، شوكولاتة خام غير محلى، تجيبيها من عند العطار وتقول له انا عايزة الشوكولاتة الخام الغير محلى الاسباني، ده انضف نوع يعني. معايا هنا معلقة نشا ومعلقة لبن بودرة، تمام. معايا هنا كيس بيكنج باودر اللي هو ده، ومعايا فانيليا سايلة، ومعايا 1 مج من اللي هما زي بتوع الحليب كده. المج اللي انا عيرت بيه الحليب هو اللي انا حطيت عيرت بيه مقدار الدقيق، 1 مج، تمام. هعمل ايه بقى حبايبي، خليكم معايا. اول حاجة هعملها حبايبي، هحط المكونات الجافة كلها مع بعضها، هحط كده الكاكاو الخام، تمام، وهقلب كده الخليط كله مع بعضيه كده اهو، هندمج كل الخليط مع بعضيه كده زي ما انتم شايفين كده. هحط عليه كمان البودر، هنخل البودر كده حبايبي على الدقيق، عشان ان شاء الله ادخله هوا، يعني علشان الحاجات دي كلها ان شاء الله بتساعد على ان الكيكاية بتاعتك تكون فانشة وطرية. اهو يا حبايبي، تمام. هقلب بقى الخليط كله مع بعضيه كده اهو، كل يعني انا بحط بنخل البيض والباودر على الدقيق عشان يخليها هشة وفانشة وتبقى عالية وحلوة. الحاجة فيه برضو تكات تانية هقولها عشان تخلي الكيكاية طرية معاكي وجميلة. طبعا معايا الخطوات، ده معلومات للبنات اللي هما ما يعرفوش حبايب قلبي اللي بيتعلموا مني. هتقلبي كده الدقيق كله مع بعضيه كده اهو، اهو يا حبايب قلبي. خلاص اتأكدت ان انا دمجت المكونات كلها مع بعضها، الدقيق والبودر، الشوكولاتة البودر او الكاكاو الخام، الدقيق والكاكاو الخام والبودر، تمام، والبيكنج باودر يعني. هركنه بقى على جنب كده، هجيب بقى الخلاط بتاعي وهضرب. انا ممكن اعمل لو عندك مضرب كهربا اعملي بيه، انا عندي المضرب بس انا سريع عايزه يعني انجز في الوقت فهعملها في الخلاط، تمام. خليكم معايا تابعوا الفيديو. هضرب كل المكونات السائله كلها مع بعضها، الزيت والبيض والحليب والحاجات دي، وهحط كمان عليها 1/2 مج كاكاو خام، تمام. يعني انا باخد مج كامل من ده بقسمه 1/2 على الدقيق و1/2 على المكونات دي. خليكم معايا تابعوا الفيديو. اهو يا حبايبي، قسمت البودر كده اهو، اللي هو الكاكاو الخام البودر، على جزئين، جزء زي ما انا قلت على الدقيق، دي برضو عشان بس البنات ياخدوا بالهم، جزء على الدقيق وجزء في على المكونات السائله، هضربهم مع بعض في الخلاط، هضربهم بقى، خليكم معايا تابعوا الفيديو. ورجعت لكم حبايبي، حطيت مج واحد حليب على في الخلاط اهو، وهسيب المج التاني. هشوف بقى وانا بضرب الكيكايه مع المكونات كلها مع بعضها، لو لقيت الكيكايه محتاجه سوائل هحط حليب، تمام. هحط بقى الوقت الدهون اهو، وهحط البيض، وهحط الكاكاو الخام اهو.
والتكاية اللي بحطها في الخلطة بتاعتي دي، ده برضو يعتبر صوص، يعني زي صوص الشوكولاتة. هحط برضو النشا ومعلقة اللبن البودر اهو. لو انت هتعملي هي نفس مكونات الصوص الشوكولاتة بس مش بتحط البيض معاها، تمام. هحط بقى حبيبي الفانيليا سائلة، هحط معلقة كده او مقدار كويس يعني عشان زفارة البيض. وهحط معلقة خل برضو اهو، دي بقى اللي بتخلي الكيكاية تطلع طرية. معاكي هضرب المكونات كلها وارجع لكم تاني. ضربت الخليط السائل اهو يا حبايبي مع بعضي. هحط بقى كده جزء جزء، واحدة واحدة كده، بسم الله. وهضرب بقى كده، هقلب بقى كده الخليط اهو، بسم الله. ورجعت لكم حبايبي، خلاص زي ما انتم شايفين كده الخليط ما شاء الله ضربته كويس جدا جدا مع بعضي. كان في نقطة نسيت اقول للبنات عليها، ثواني اشوف الفلاش فصل. عايزة اقول لكم حبايبي، انا كنت نسيت احط المج ونص سكر في مع المكونات يعني، وانا بعرضها عليكم، فانا حطيت مج ونص سكر من اللي هو المج ده، تمام، اللي هو المج بتاع الحليب ده، مج ونص منه سكر. طبعا السكر ده بتحطي على حسب ما انت عايزه، بتضربيه طبعا في الخلاط مع المكونات كلها. وما شاء الله زي ما انتم شايفين الخليط اهو. انا برضو علمت البنات قبل كده، قلت لهم لما تبقى الكيكايه نازله معاكوا شريطه بالشكل ده تبقى كده هي ناجحه، لو بتقطع يبقى هي لسه ناقصها حاجه، يا اما حاجه سايله، حليب او دقيق او حاجه يعني من المكونات الجافه، الدقيق، تمام. انا هحط مقدار الصينيه دي، بطنتها كده بالزبده وهقرش الدقيق، هي تيفال فممكن ما تبطنيهاش بس انا بحب ابطنها بالزبده والدقيق، تمام. هحط كده مقدار الصينيه بتاعتي، يا حبيبي هحاول ان انا اوزع كده هوزع كده المقدار اهو في الصينية بتاعتي، واحاول ان انا زي ما احنا متفقين بنحاول ان احنا نعملها كده، بنخرج منها الهواء اول ما تعمل فقاعات زي ما انتم شايفين كده اهو، كده انت بتخرجي منها الهواء عشان ما تدخليها الفرن تبقى هشة وحلوة، تمام. تعرفي منين ان الصينية كده مقدارها كويس؟ هعلمك اهو، هنحط صباعنا كده، اول ما هتلاقيها نص او العقلة الاولى كده يبقى هو كده المقدار ده حلو قوي، تمام. وبقية المقدار بتاعك حطيه في صينية تانية او فرمة بتاعة الكيكات او حاجة زي كده، تمام. انا بقى هدخل الكيكاية بتاعة الفرن، واحنا طبعا متفقين بنولع الفرن او بنشغله قبل ما نبتدي، اول ما نبتدي نشتغل في الكيكاية بنشغل الفرن بتاعنا عشان يبقى درجة حرارة 160 او 170، تمام، عشان وتهدي عليه وما تفتحيش عليه الفرن اول ربع ساعة، ما تفتحيش باب الفرن خالص، اول ما تشم ريحتها وبعد ما ربع ساعة تعدي تبتدي تفتحي بقى وتختبريها بالخلة وتشوفيها استوت ولا لسه، تمام. هنشوف بقى ندخلها الفرن ونشوف هي خدت قد ايه في الفرن، تابعوا معايا الفيديو. ورجعت لكم حبايبي وخرجت الكيكايه بتاعتي من الفرن زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله الكيكايه طريه جدا. هختبرها بالخله كده، اهي طلعت نظيفه اهي، تمام. هخرمها بقى كده اهو. بنات حبايب قلبي اللي بيعرفوا يعملوا كيكه الشوكولاته او الجاتو شاتو اهو، هي دي الطريقه يا حبايب قلبي. وده طبعا المقدار اللي فاض معايا حطيته في الفورمة دي اهي، زي ما شايفين كده فاض مقدار بسيط لان انا كنت مزودة المقدار بتاعي، فهقلبها بقى وهزينها معاكم وخليكم معايا. انا طبعا عملت معاكم قبل كده عملت معاكم قبل كده صوص الشوكولاتة دوت، عملته معاكم قبل كده في القناة.
فحبايب قلبي لو عايزين تعرفوه، اللي عايز يعرف الطريقة بتاعته يقول لي في الكومنتس وانا هقول لكم على طريقته. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده انا بعمله دايما وبعينه في الفريزر وبطلعه وقت الاستخدام زي ما انتم شايفينه كده، ما شاء الله جميل جدا، و يعني بيبقى تحت ايدي في اي وقت بحتاجه بطلعه وبستخدمه. تمام، هقلب بقى الكيكاية بتاعتي ديت في سيرفيس وهجملها معاك، وخليكم معايا هتابعوا الفيديو حبايبي. ورجعت لكم حبايبي، ودي الكيكاية بتاعتي اهي، جملتها زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. شوفوا الصوص الشوكولاتة ما شاء الله، يعني بصراحة رائع جدا. ده بقى بالنسبة للبنات اللي هما بيحبوا الشوكولات والكلام ده كله، الكيكاية دي هتعجبهم قوي قوي. عايزة اوريكم بقى، دي مرضتش اجملها، قلت اجملها معاكم. عايزة اوريكم ما شاء الله الطراوة بتاعتها هشة جدا جدا ما شاء الله، شوفوا طرية جدا جدا، طرية وهشة قوي قوي. معايا طبعا بقى هنا صوص الشوكولاتة اهو، احط بقى عليها بسم الله. هو الاختراع دوت نشوف كده، هو مش اهو، اهو يا حبايبي هبتدي بقى اوزع كده اهو. هبتدي اوزعه كده اهو على الكيكاية كلها. هحط على الاطراف كده اهي، هجمل بقى معاكم حبايبي اهو كده. معايا هنا اللي هو الشوكولات اللي هي الكريسبي دي البيضة، تمام. معايا اللي هو الشوكولات شيبس برضو البيضة والبني، هوزع كده اهو، يعني وزعي كده عشوائي. معايا هنا حبايبي اللي هي الشوكولاتة البيضة، هبشرها بقى كده على وشها ووزعها عليها، خليكم معايا تابعوا الفيديو. يعني التجميل دوت بيبقى ذوق كل واحدة بتحب تحط لمساتها في التزويق بتاع التورت او الجاتوهات او الكيكات يعني اللي بتجملها وكده. فكل واحدة على حسب ذوقها يعني، وزي ما بتحب تجمل يعني. ويا رب النهاردة حبيبي تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم ان شاء الله. وهي دي تورتة الشوكليت او الجاتو شاتو بتاعي اهو. يا رب يكون الطريقة النهاردة عجبتكم ان شاء الله، الطريقة دي جميلة جدا جدا، جربوها البنات حبايب قلبي اللي بيحبوا الشوكليت، جربوها او بيحب يعني كيكات الشوكولاتة وكده. ان شاء الله الطريقة دي سهلة جدا وجميلة، كمان تقدري تحتفظي بيها في التلاجة لحد ما تبرد، وتاكليها باردة يعني تحليها برضو باردة مفيش مشكلة خالص. جميلة قوي 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 الطريقة دي، وان شاء الله تعجبكم جدا، جربوها. وديت اهي زي ما انتم شايفين كده اهو، ده فارماسيل ملون، وجملتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يا رب تكون طريقة النهاردة تكون عجبتكم، يا رب يكون الفيديو ان شاء الله خفيف كده عليكم. اذا عجبكم الفيديو حبيبي اعملوا لي لايك للفيديو، ما تنسوش من فضلكم تعملوا لي لايك للفيديو بعد اذنكم، وتشيروا الفيديو وتعملوا لي سبسكرايب للقناة. بحبكم جدا في الله، جزاكم الله عني خيرا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.